لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان عضو هيئه علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. القسم العلمي بالهيئه عقد ندوه عن حق الملكيه في الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه، في اي سياق اتت تلك الندوه؟ حياكم الله اخي الكريم. حياكم الله. تاتي هذه الندوه لتسليط الضوء على حق الملكيه في الشريعه الاسلاميه والقانون الوضعي ومقارنتها بما يجري في العراق وبعض الدول الأخرى، لأن الملكية في بعض الدول ومنها العراق على سبيل المثال ليست مصونة ولم تحترمها السلطات الظالمة، وأصبحت ظاهرة الإجحاف والظلم الواقع على الناس بسبب تسلط الظلمة والسراق على أموال ورقاب الناس خصوصا في العراق ظاهرة طبيعية. فأخذ المتنفذون وأصحاب السلطة والنفوذ والميليشيات تصادر أموال وعقارات الناس بغير وجه حق، بحجج واهية لا حقيقة لها، لكن أطماعهم وظلمهم كان هو القانون لسلب ملك الغير، وهي ظاهرة غريبة عجيبة جدا، مع أن هذه الظاهرة تخالف كل القوانين الوضعية والشرعية حتى الدستور الذي كتبوه بأيديهم، إلا أنهم في الحقيقة يمارسونها ظلما وعدوانا، فسلبوا أموال الناس، بل ولم يكتفوا بذلك، بل تجاوزوه إلى سلب أعمار الناس بسبب أطماعهم. فما عاد للملكية لا حرمة ولا قدسية قانونية، لا بالقانون ولا بالشريعة عند هؤلاء الظلمة المتسلطين على رقاب الناس. نعم، ما أهم ما خلصت إليه الندوة دكتور؟ خلصت الندوة إلى أمور كثيرة، ولعل من أبرزها أن الملكية حق من حقوق الإنسان وظاهرة اجتماعية وجدت منذ فجر التاريخ، واتفقت جميع الشرائع والقوانين الوضعية المعاصرة مع اختلاف المفاهيم والأنظمة والشعوب، لكن الكل يجمع على وجوب صون الملكية وحمايتها من قبل الدولة، والجميع قرر احترامها وحرمتها وحرمة التجاوز عليها، ولا يجوز سلبها إلا برضا المالك. وأيضا بيّنت الندوة أن حرية المتصرف المالك ورضاه واختياره أساس لكل تعامل مادي، وأن ما يجري في العراق من وضع وأن ما يجري في العراق من مصادرة أموال الناس بغير حق ما هي إلا سياسة طائفية ظالمة لا تستند لا إلى قانون وضعي ولا إلى شريعة سماوية. نعم الدكتور ثامر العلواني عضو هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لك.